لقاء اليوم هو لقاء هام جدا لانه يهم اسره العداله بصفه عامه. الموثق مكون اساسي من مكونات هذه الاسره. نناقش بطبيعه الحال السلطه القضائيه الوجود ديالنا اليوم يؤكد على ان هذه المهن القانونيه والقضائيه في صلب اهتمامات السلطه القضائيه. انتاج العداله هو منتوج عام يساهم فيه الجميع، وبالتالي لا بد من هذه المقاربه التشاركيه. حضورنا اليوم ياتي في هذا السياق يؤكد على اننا امام مرحله تستلزم منا جميعا الوقوف لوضع حصيله بعد 6 أو 7 سنوات من تطبيق هذا القانون الذي كان حدثا تاريخيا ابناه، حدث انه انهى وضعا استثنائيا دام اكثر من 80 او 85 سنه. جاء هذا القانون بايجابيات، ولكن ايضا اظهرت الممارسه مجموعه من الثغرات ومجموعه من العيوب، مجموعه من الاشكاليات. كان لابد من الان وقفه. اكيد ان مهنيين الموثقين بالاساس اليوم سيناقشون هذا القانون بهم مهني، ولكن حضور السلطه القضائيه اليوم ايضا يؤكد على هذا الارتباط، هذه العلاقه المباشره ما بين السلطه القضائيه ومهنه التوثيق، سواء على المراقبه على صحه العقود، على مراقبه المهنه الى اخره. مجموعه من المحاور مشاركتنا تاتي في هذا السياق، والاكيد اننا امام ندوه وطنيه علميه ولكن بابعاد مهنيه حقوقيه دوليه. اليوم الجميع يطالب بامن توثيقي، بامن تعاقدي، بتطور الاستثمار، بتطور المعاملات والتعاقدات، بتحقيق نوع من الامن داخل المجتمع. اذا لقاء بتحديات كبرى باهداف متعدده ستتيح لنا هذه على امتداد هذه اليومين فرصه لمناقشتها والخروج بخلاصات تفيد في تطوير هذا تصديقي والصر على اعترافه لا يقل شانا عن حجم الخطوه المسؤوليه. اليوم الهيئة الوطنية للموثقين كتنظم ندوة علمية بشراكة مع كل من وزارة العدل، محكمة النقد، ورئاسة النيابة العامة. هذه الندوة هذه جاءت بعد مرور 6 سنوات على دخول القانون 2019 حيث التنفيذ. اليوم الموثقين الهيئة الوطنية للموثقين كتربطها اتفاقية التعاون مع كل من إدارة الضرائب، إدارة العمل الضرائب، كل من صندوق ايداع والتدبير، وزاره العدل، والمحافظه، والوكاله الوطنيه للمحافظه العقاريه. هذه الاتفاقيه خاصه بالرقمنه ديال المعاملات ديال الموثق مع 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 كل من هذه الادارات. هذه الاتفاقيه ديال التعاون مع اداره الضرائب اليوم اصبحت كانت حلم، اليوم اصبحت حقيقه، لانه منذ دخول القانون المالي ديال 2018 اصبحت اجباريه لا ماديه العلاقه بين الموثقين واداره الضرائب. واليوم اصبح بفضل هذا الربط ما بين المنظومه المعلوماتيه ديال التوثيق مع المنظومه المعلوماتيه ديال اداره الضرائب، انه اصبح اليوم الموثق كيسجل من المكتب ديالو، يعني كيقوم بعمليه التسجيل واداء الواجبات التسجيل من المكتب. هذا وفر واحد العدد كبير ديال الوقت اللي كان كيهضروا الموثقين في التنقل من المكاتب ديالهم الى مكتب التسجيل. كذلك احنا في صدد الربط ديال المنظومه المعلوماتيه ديال التوثيق مع الوكاله المحافظه العقاريه، اللي خطت واحد الخطوه كبيره رقمنت المعاملات ديالها، واللي قامت يعني بواحد تاسيس واحد ديال باز دوني الكترونيك اللي كتمكن الموثقين اول باش الاطلاع. اليوم الموثقين كيمكن لي وجميع الموثقين كيمكن لهم ياخذوا شهادة محافظة رقمية من بعد.